في إطار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، نظمت الهيئة الوطنية لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم بالتعاون مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال، نظمت يوما إعلاميا حول التحسيس بأهمية الاستجابة لمتطلبات السلامة الصحية للأغذية والوقاية من التسممات الغذائية في الوسط الجامعي بمدينة العلوم بتونس. وأفاد مدير الهيئة محمد الرابحي في تصريح لمريم الغربي بأن هذا اليوم خصص للتعريف بالإطار التشريعي الجديد للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتحسيس بالممارسات الجيدة لأعداد الأكلات. هي فرصة نعرض فيها نتائج الأنشطة، نتائج الأنشطة الرقابية، الومضات التحسيسية يتم عرضها، ومضات تتعلق بالوقاية من التسممات الغذائية. احنا سبق وأن نظمنا دورتين، دورة لديوان الشؤون الجامعية بالوسط وبالجنوب، ثم باش تكتمل الصورة اليوم حبيناه اليوم هذايا يكون في إطار الاحتفالات، ولكن أيضا في إطار استكمال ما بديناه في علاقة بالدورات التكوينية والتحسيسية بأهمية الوقاية، بأهمية التسممات الغذائية في علاقة بالمطاعم الجامعية إلى غير ذلك. وهذه اللي احنا نطمحوا له هو كونه تكون كل المدخلين عندهم نفس المعلومات. اليوم المفتوح اللي تم تنظيمه على مستوى كامل تراب الجمهورية في كل الولايات هو للجميع، المجتمع المدني، المواطن العادي، مزدي الخدمات. كما قدم الرابحي الإطار التشريعي الجديد للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. النظام التشريعي الجديد جاء أول حاجة ساعة أحدث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية اللي هي هيكل وحيد يعنى بالسلامة الصحية للأغذية، هذا من جهة. من جهة أخرى القانون الجديد هذا جاء على عكس القوانين الفارطة كما قانون حماية المستهلك القديم، اللي القانون هذا جاء بعدة التزامات محمولة على مزد الخدمات. أي تاجر من أي نوع كان، من عطار حتى الأكبر مصنع إلى غير ذلك، يعني مزد الخدمات قبل كان ماهوش مفروض عليه باش يركز نظم الجودة، ماهوش مفروض عليه باش يعمل برنامج نتاع مراقبه ذاتيه يراقب روحه بروحه، ماهوش مفروض عليه باش يعمل لي مانيوال دو بروسيدور نتاع الممارسات الجيده الى غير ذلك. ولكن القانون الجديد جاء فرض في اطار العمل بمبدا الوقايه الى غير ذلك، فرض عليه باش يعمل الامور هذه في اطار الوقايه. نفس الشيء القانون الجديد فرض على انه الهيئه باش تكون معتمده سواء كان في علاقه بالعمليه الرقابيه او ايضا حتى العلاقه التحليليه، لازمها تكون في مخابر معتمده معترف بها عالميا.